هنا مدينة غزة شمالي القطاع، يرفض العديد من سكانها مغادرة منازلهم والنزوح جنوبا رغم التهديدات الصهيونية المتتالية باستئناف الإبادة الجماعية بمجرد انقضاء آجل الهدنة الإنسانية. بعدما أخرج القصف الصهيوني جل مستشفيات شمال غزة عن الخدمة، سبل الدكتور حسام أبو صفية ورفاقه أنفسهم لرعاية الخدج وحديثي الولادة في مجمع كمال عدوان الطبي الذي لا تتوفر فيه أبسط الضروريات. أنا موجود هذه اللحظة، أولاً الآن في عندي 11 حالة ما بين خدج وما بين أطفال محتاجين رعاية خاصة في هذا القسم، وأنا موجود لأن الأطفال موجودين. هناك صعوبة في نقل حالتها إلى الجنوب، وذلك لتكدس الحالات في مستشفيات الجنوب. الشغلة الثانية لقلة الكوادر الطبية الموجودة حاليا، طبعا ما فيش قسط أو ما فيش جراحة، أو صعب أن أترك الأطفال هذول بدون أن تكون هناك كوادر طبية ترعى هؤلاء الحالات. كحال العديد من سكان المدينة المنكوبة، فضل كهل فلسطيني نيل شرف الشهادة تحت قصف طائرات الاحتلال على النزوح إلى وسط القطاع أو جنوبه ليعيش بقية حياته غريباً بلا مأوى. كيف بدك تروح بلاد غريبة بتعرفش فيها حدا وتعيش بينهم؟ إيش بدك تروح تشحد وترمي محرم وتشحد؟ لا، خلينا نموت هان في بلادنا أشرف لنا، في أرضنا هان أشرف لنا، وين بدنا نروح؟ اللي طلع مخنوق واللي قاعد هان منكوب. مسلمين مصيرهم إلى القدر، يتشبت شبان غزويون بمخبزتهم التقليدية التي تعد من آخر المخابز العاملة شمالي القطاع. احنا مش راح نطلع من الشمال، وراح نضلنا صامدين في الشمال إن شاء الله رب العالمين، لأنه الكاتب الله بصير، لا بتخوفنا إسرائيل ولا غير، وبضيع وقت في الهدنة في الشغل للناس لأنه في الشيء العيش صعب. هي قصص وأخرى كثيرة تعكس صموداً فلسطينياً لا يلين وسط الدمار الشامل الذي خلفه العدوان الصهيوني، وتظهر مشهداً موحداً من صور التمسك بالأرض والتضحية في سبيل الوطن مهما كلفهم ذلك من ثمن.